بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالأسانيد المتصلة إلى الشاه ولي الله رحمه الله، الحديث الأول، الحديث المسلسل بالأولية. قال الفقير ولي الله عفي عنه: حدثني السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوي، وهو أول حديث سمعناه منه. قال: أخبرنا به الشيخ سعيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا به الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقري، قال: وهو أول حديث سمعته منه عن الولي الكامل أحمد حج الوهراني، قال: وهو أول حديث سمعته منه عن شيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: قرأته على المحدث الرباني بالفتح محمد بن أبي بكر بن الحسين المراغي، قال: وهو أول حديث قرأته عليه. قال: سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز، قال: وهو أول حديث سمعناه منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: وهو أول حديث سمعته منه. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الزين العراقي: هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي جميعا من طريق ابن عيينة بإسناده. وقال للجملة الثانية متابعة عند أحمد لفظها: ارحموا ترحموا. قلت: والجملة الأولى شواهدها كثيرة في الصحيحين وغيرهما. حديث ثاني الحديث الثاني الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. قال الفقير ولي الله عفي عنه: قال حدثني الشيخ أبو طاهر المدني من لفظه للحديث والسورة جميعا. قال: أخبرني الشيخ أحمد النخلي عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي عن النجم محمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي عن أبي المنجى عبد الله بن عمر البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا،
فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملنا. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا. قال يحيى: وقرأها علينا أبو سلمة. قال الأوزاعي: فقرأها علينا يحيى. قال محمد بن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال الدارمي: فقرأها علينا محمد بن كثير. قال عيسى: فقرأها علينا الدارمي. قال عبد الله بن أحمد: فقرأها علينا عيسى. قال عبد الرحمن: فقرأها علينا عبد الله. قال عبد الأول: فقرأها علينا عبد الرحمن. قال عبد الله بن عمر البغدادي: فقرأها علينا عبد الأول. قال أحمد بن أبي طالب: فقرأها علينا عبد الله البغدادي. قال إبراهيم بن أحمد: فقرأها علينا أحمد بن أبي طالب تلقينا. قال رضوان بن محمد: فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد. قال زكريا: فقرأها علينا رضوان بن محمد. قال الغيطي: فقرأها علينا زكريا. قال أحمد بن الشلبي: فقرأها علينا الغيطي. قال الشيخ محمد البابلي: فقرأها علينا أحمد بن الشلبي. قال الشيخ أحمد النخلي: فقرأها علينا البابلي. قال الشيخ أبو طاهر: وقرأها علينا الشيخ أحمد النخلي. قلت: وقرأها علينا شيخنا أبو طاهر، وكان من قراءته متم نوره بتنوين متم ونصب نوره. قال مشايخنا: وهذا الحديث وصح مسلسل يروى. الحديث الثالث والحديث المسلسل بقول أنا أحبك فقل. قال الفقير ولي الله عفي عنه: حدثني أبو طاهر سماعا من لفظه. قال أخبر النخلي بسماعه على البابلي عن علي بن محمد عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي عن أبي الفضل الجلال السيوطي. قال أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا. قال أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي. قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي. قال أخبرنا أحمد بن محمد الأرموي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي. قال أخبرنا محمد بن عبد الكريم. قال أخبرنا أبو علي بن شاذان. قال أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي. قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي. ये पूरा न करें इसको ये 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 नहीं इसको पूरा न करें ये यहाँ से मराना शुरू करेंगे दोबारा से मराना से हम तेजी में निकल गए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله.